خديتو الامينه في الحقيقه حيت ضريف اللي دير مانا زوين حلف الله. بوسي العزيز كيدي بوسي العزيز كيدي حلف طبعا ناخذ لك حل. هانتوما خوتي هانتوما امينه جات لعندي اختي الدار لقاتني كنغسل المواعن ها كنجمع الطبله هانتوما خوتي والله لقاتني كنغسل المواعن ها هاك موجود هاو هاك بيا الحلوة يونس جات عندك نسيبتك مرحبا بيا والف مرحبا نترحب بك جدا ونطيب لها شي كاينه المرأة باش ما تجيش ريحه المرقه شميت ريحه المرقه حلو بالله والله ولكن ما بانتش ليا لا كوكو ولا حتى شي حاجه كيما جبلارك هذاك الشيء في انفراد لا تحرقات ليا هي شيطات شويه حيت انا غنطفي لي على الماكله وغنخرج الا سخنا غد عاودت لي في القميله اخشى في الانفراد سخنا طيب وكسكس في كيفك البيض وكلشي. إيمان أمينة زيد في قيقيصات، زيدو قي في قيقيصات. ويلي على تونية شراء أمينة. لا عطيها لك حل لك حل. شوفوا شوفوا شي يجي قدك. البس الجو. ويلي كون صيتك. هما ولا ماشي هما؟ بلا يونس واحد. هذا زيد نطبع عليهم، لبسي لبسي هذا زيد نطبع عليهم وداك. راه يجي قدي هذا راه مصطفى. كون تشوفي لك حل، كون تشوفي لك حل دوخي. أنا دابا منين لقيتهم قال لي أوفر زيز. ولكن من بسوا جاوني يالله لاصحي ماشي بعلا يونس واحد نعطيكم البيش على سيدي غبيع ما تعطيناش عطيناه السرول عطيه السرول وكنت شوفي لك حل عطيه السرول ويلي كي جاوك أمينة وعادي تحيد راه واسع هذا طلقي قبل تحت طلقي قبل تحت طلقي نحنا ما كيتلقاوش كندير لهم انا هذا هذاك السرول راه مرة مسرول في الميكا يونس بيع ليها حنا غنطلعوا لكازا نعطيها وما بيش لا تاخذ لا سيدي غبيع لينا ما تعطيناش اسيدي هذوك شي شي سيد اللي بان ليها والله العظيم الا هذو اللي عندهم والله ويلي اقسم لك الا درت ذاك القطيعه كامله ما لقيتش فيها سيد واحد هكاك امينه لا والله حتى جا هيا هيا غادي تحيد العبايه امينه ما غنعطوك حتى لك البسي امينه هذا هما دياولك حفه بشحال تبيعها يونس امينه جاو قدا التونيات ديال يونس ربيع تطلع يونس ماشي قدا راه جاو ناضي ماشي هادو هما ديالك انت هي تتشوفي راسك في الفيديو لبسي السبرديل هادو يونس شراهم من كازا السبرديله تكون كبيره عليا شراهم من كازا رجليك فيها وصافي رجليك نقية لا نقية ما تزيري السيول ما هو ما تزيري ما هو خليها هكا حتى هي السيول ديالها هكا بدا ليا غنهرب هكا هي كبيره عليا واعرين جات واعر واعرين تبيع عليا يونس بيع ليا واحد مشكل انا نعطيك ولكن ما نبيعش انا ما تنبيع اخويا انت ما كتعطيش غير بيع صبرك حاز لك حاس دوري دوري امينه بس لا 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 عمر خوفين زوينين صبر دري كيدير اجي بلا ما نزيد فيها شي بوسير الله الديكور بغا يدير الديكور تصويرته بالموتور غيطبع تجي واعره في هذا لا في الكا في الكابيتشولو تجي واعره حلفي والله تجي واعره قال لك سير سير بسيله سير سير كحال غنعطوك واحد ها سيري لبنانة أمينة وناري ناضي يا أختي لا كحال بينة ضعيفة بقات تجمع وناري أمينة جات قالت لنا بغيت ندي حوايج يونس شرق قطع ترررت ترررت شرق قطع ترررت ترررت هذا هو اللي يجي لك فيه الطبعه هذا عشان الكري ما يجيش لا لا هذا هو اللي يجي لك فيه الطبعه بجوج بما دير هنا واحد ديكور وهنا ديكور من طبعه واعر صراحه دوري امينه شوفوا البنات صراحه خاصنا نطلعوا لكازا كازا فيها بعد لبست تحت منه واحد الشورط و هذا هو السيل ديالك امينه مع الجاكيطه ويلي 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 نطلعوا لكازا بيع ليها واحد وسيدي حنا بغيناك تبيع لينا ما بغيناكش تعطينا نديك معايا انا راه باغي دابا انا تنقرا هاد السيمانه غادي نمشي نهار الاربعاء ولا ولا نهار اش تمشي غنمشي السيمانه طلعنا وجينا تقريبا تسعود كلنا بعدا عجبني هاد التونيه الكوطوني شي حاجه والسناسل بسناسل يعني داكشي ماشي غير لبس وانت غتشوفي راسك في الفيديو غيتلاح دابا شويه حرفي حق الله نشوفها كي جانيه
صغيرة هنا. هي تحت هنا. هذيك هي. الشتا هنايا. أمينة. عجبك واش بغيتي صافي هذاك المزير هذاك الروينه اللي جات دابا مزير كتكوموندو من الانستغرام صاحبتي وما كتعرفوش الشالي طاي وكيجيوكم حماق نتوما سيري قيسه بيدك الثوبه هذا راه كاع ما يتحبب هذا هذا كاع ما يتحبب كاع كي جاي يونس الله ينور ضحك القلب الله يجاوبها هو جيك الصراحه هذاك النهار لابس هذاك المزير بزاف مزير هذا راه شويه مسنطه هذا بعدا محتار ماشي بحال داك الاخر الاخر جيبو الاخر صافي تنديرو لما كنتي تتبيع نطلع شي ربد قبيله غادي لعندها فوطو ماشين بيسي صوبلي تصور سهل قلت لي نصوب عليك الدكه ما بغيتش الدكه بغيت كوستيره كبيره غنمشي للمطبع صوب لي داكشي اللي بغيتي ديك ما صوبتوش راه غادي يجيك واحد صلاه على النبي نجيب شي نجيب واحد داك الساعه جيب لي الكحل عطاها الكحل الكحل هي بينه ضعيفه وما بينه ضعيفه غير هي نورمال بينه عادي ماشي بينش داكشي صافي يونس ولا ما كانش نطلعوا لكازا صافي راه بغيتي من الاحسن نطلعوا لكازا نهار الثلاث عندك الموني عندي 1000 درهم صافي راه كاسيك اي اللي عندي دابا خليها خليها جيبي جوج تونيات تبدلي فيهم والثمن ديالهم رخيصه امينه تاخذي جوج جوج ثمن رخيص خذي غير جوج تونيات صافي هادشي اللي عندي هانتوما خوتي يونس عجبوه شرا هاد الحوايج هادو مشى لكازا ايوا هانتوما خوتي معانا مالك هاد هادي ما مشوهاني علاش مشوهاك شراك من نايك ديال كازا ما تكذب على الناس حق الله البنات المهم غادي نطلعوا لكازا ان شاء الله ايوا هانتوما معايا امينه جي نوري وريهم المتبعين انايا نسلم عليهم شي داخذيتو الامينه في الحقيقه الضريف اللي دير منها زوين حلف الله بوسي العزيز كيدي بوسي العزيز كيدي حلف طبعا ناخذ لك حل انا قلت لك دابا شنو كاين نمشي للمطبعه ما طبعش ليا ما طبعش ليا يعطيك واحد انا عارف قال لي غتجي صغيره قد الورقه صافي تنطلعوا لكازا وخذ انت واحد انا غنهضر معاه في التليفون هضر معاه دابا يلاه انتوما معانا البنات عطاه ليها يون ديت هذا اديت الكري لا هذا اش غادي يدير هذاك شي 800 درهم عطاه ليا مسكين يونس الله يجازيه بخير بصي عزيزك مسكين عزيزك هكا عزيزه هكا عزيزه صافي الله يسهل عليك الله يرحم لك الوالد جات امينه غدي جات امينه ديت عجله السمين ديالها صدقه داهيه توني والله الا جيت انتوما لقيتوني درت على اي واحد عنده شي حاجه مشيت هبطت عند ساميه دابا جات لعندي ونساتها وجبت من عندها مشطي ها هي البنات وديت عجلة التسمين ديالك تمخليها عند عندي فاطمة الزهراء شافت راسها بغات تزيد توزن بغيت نزيد نغلاضها البنات هانتوما راه عجلة التسمين البنات واعره شوفوا راه الطاكسي بلاصه ما وصلنيش الخوارزمي حطناه هنايا باش نجي ناخذ عجلة التسمين هذا البنات عجلة التسمين واعره لا يعلى عليها كتغلظ كتزيد في الوزن بالنسبه للبنات اللي عندهم النحافه المفرطه كتزيدكم في الوزن الناس اللي بغاو يتعالجوا ايضا عندها العلاجات ديال القرون العصبي مومز والاكتئاب جرثومه المعده جرثومه المعده الناس اللي باغا تضعف سواء بغيتوا الغلط العجله التسمين ديال الدراري الصغار كاينه ديال الدراري الصغار كاينه ديال الرجال هادي احسن منتوجه البنات ديال الغلط دابا حاليا كاين في السوق ولا يعلى عليه النتيجه مضمونه 100% النتيجه مضمونه كيف قالت فاطمه الزهراء 100% كتبان فيك من الشهر الاول كتزادي من 7 كيلو ل 10 كيلو البنات من 5 كيلو حتى 14 كيلو حبيبتي وهذا البنات راه غزاله انا بسبب هذا قولي على صحاباتك اللي خداو وبزاف ديال الناس بزاف ديال الناس سواء في مدينتي سواء كيشدوني سواء صحاباتي سواء الجيران سواء العائله بزاف ديال الناس خداو والحمد لله الحمد لله كاملين جات معاهم موافقتهم اقسم بالله العلي العظيم البنات تاع كتزيد في الوزن واحسن حاجه ديال الوزن حاليا في السوق هي هذه والله حتى كتزيد في الوزن والله حتى العلاجات ديالها كيعالجوا الانسان ولا الناس شنو تيشكروك كيشكروني الناس صحابات امينه كلشي غلط صحابات امينه والناس كنكون غاده ما كنعرفهمش كيسدوني تيقولوا لي عجله التسمين الله يرحم لك الوالدين تزادينا في الوزن ولينا زدنا في الوزن ها اللي تعالج ها اللي زاد في الوزن وبغى يزيد في الوزن ها اللي خدا الفورمه اللي بغاو حبس وما ضعفش ها اللي كيعطي عاوتاني لعائلته كتجي معاه وكيعطي لعائلته فهمتوا بزاف بزاف ديال الناس خداوها من طرفي وغزاله البنات وضمانتي هذه انا نعطيكم الضمانه ديالي على هذه البنات غزاله ومضمونه 100% حيد عليا راه كاينين هذوك ديال 150 درهم 100 درهم كيعطوك جوج فابور وحده كتشريها انا مره خديت هذاك
نحاتي داك التخربيق وتقولبتو والو بحال فلوسك حرام كيمشيو غير في الحرام هاد الناس. وهذا كداوي من فقر الدم. كداوي من فقر الدم، انا كنت كنعاني من فقر الدم، دابا الحمد لله وراه غنحطو لكم واحد النمره هنايا ودخلوا تواصلوا معاها في الواتساب، راه اول وحده في المغرب كتشخص الحاله ديالك غير من الهاتف. ولا بغينا البروغرام بحال ديال امينه. ايوا عطينا اختي شي عندي السيده جات دات توني ومشات. السيده جايه باغا تاخذ عجنه التسمين ديالها دات توني يونس. واش تك ما تخلصتيش من عندها؟ صافي مره علينا ومره عليك هي راه مره عليك ومره عليا. الله يسهل عليك وشكرا ليه بزاف ودينا ليه التوني. يا اختي كتشوفي جات امينه دي عجنه التسمين ديالها صدقات دايا لينا توني وتوني يا اختي عطاها ليها نسيبها. يونس ما تخلصش من عندها. صافي راه هضرنا صافي مره هكا مره. لا شدي شديني انا وياه خلص يونس من عندها. صافي مره هكا مره. مر عليا مر مر عليا مر عليها غدينا كازا تغدينا مر علي تهلات فينا في الشمال خسرات علينا عارفين في مراكش فاش صراحه امينه ملي كيكونوا عندها فلوس صراحه حاجه ماشي ديالها. شكرا خليك كذاب راه بعتي لها وعلات الله وعلي بصح راه نشوك انا في فيديو هي اللي تشوني بصح ما بعتيش لها امين انا عطيتي الشريا راني ما سامح لك لا دنيا لا اخره سمعتيني. لا عطاه ليا عطاه لك صراحه البنات ديال امينه زوين كون خديتي حتى الكري الكري شريه. لا دابا حيت انا شريت هذاك السروال الكري عندي في الدار من بيرشكا. صافي فهمتي ودومونديت لي على كابي تشوف الكري. انا كون كان يجي قد با كون خديت ليه هذا. ما يجيش هو ها علاش ما يجيش ماشي قدو. غنعطيه يجرب هذا الا جا قدو راه نشد لي انا هذا. انا غنمشي نشري ليه نمره كبيره من صافي ما كيتحب ما والو. البنات انا غنقول لكم بسلامة عليكم تلاقاو فيديو جديد ونهار جديد مع السلامه. جات امينه تهلا فيها نسيبها عطاها كادو. ايوا المسامح كريم وتستمر الحياه وحنا في قلبنا صافي والنيه والصفا والنيه والغدا ربي ياخذ فيه الحق. امين كلاش مع 12 مع السلامه.